بداية أشكر ربي ثم أشكر بابا وماما لأنه بفضلهم بعد رب العالمين أنا وصلت لهذه المرحلة، وربي يحفظهم ويطول بعمرهم. وشكرا لكل أستاذ في يوم من الأيام درسني، شكرا لكل أكاديمي وموظف كلهم باسمي ولقبي، شكرا من كل قلبي لكل حدا ساعدني خلال مسيرتي التعليمية بالكلية الجامعية. شعور اليوم صراحة هو شعور مزيج بين فرح بين حزن، حزن لأنه خلصت الحكاية وصلنا للنهاية، نهاية مشوار الأحلى 4 سنوات درسنا فيها تعلمنا فيها عشنا فيها بين صديقاتنا أساتذتنا، والفرح لأنه أخيرا أجا اليوم اللي كنا ننتظره على أحر من الجمر. فرحة التخرج صراحة فرحة لا تضاهيها أي فرحة نجاح، والحمد لله اللي ربنا كمل فرحتنا وخلى حفلتنا بأرض كليتنا، وبتمنى إن شاء الله ربنا يوفقنا ما بعد الحياة الجامعية. ونصيحتي بعد تجربتي لكل من يرغب بحياة تعليمية والأهم تطبيقية، توجه وتميز نحو جامعة العلوم التطبيقية.